احنا بياعين من سنه من اقول لك من سنه 40 محدودين هنا. الحكومه حاطه علينا طب نعمل ايه؟ ولا حد سمع لنا كلام ولا حد ولا حول ولا قوه الحكومه حتى قفوش يعني. من سنه 40 هنا حضرنا جمال عبد الناصر سنه 40 مش بياعين على لسه اول مره جايين. احنا من سنه 40 هنا. طب الناس اللي جايه من بره جايه غريبه يشيلوها، بس احنا في اماكن مفهومه والحي عارف كده، والمحافظ اللي اتغير احمد عبد الاخر جنب الجول عارف كده وحاطين نمر وعارف البياعين هنا من سنه 40 هنا جايين لسه اول يوم نجي، بس هم واخدينا في زمرة ايه الناس الغربه اللي جايين من الفيوم وجايين من هنا وجايين من هنا. هم قالوا للبياعين اللي هنا ان هم يدون باكيات في المنيب. المنيب يا بعد احترام يا ساتر، لو رحت هناك قعدت لا مؤاخذه لو معاك 100 مليون هتاكل، يقول لي مفيش شعب مفيش رجل مفيش بيع ولا كده، حتى في ظهر الارض ولا فيها رجل ولا فيها اي حاجه، هو جاي موت هيروح هناك هروح هناك واقعد ببلاش لو حد شال عليا مش هيبيع يا سيدي، هناك مش هيبيع يعني هروح هناك متاكل. ميدان ماشي، الميدان العمومي ده ماشي، لكن دي عشوائيات مش ميدان عام، ده عشوائيات. الميدان ميدان عشان الميدان يبقى شكله جميل وحلو، لكن العشوائيات مالها ومال الميدان؟ مال العشوائيات ومال الميدان؟ بعدين هم سبعه ثمان بياعين معروفين في الكيس، احنا هم سبعه ثمان ناس كوبا، ناس اتربت هنا وعاشت هنا. الميدان من فوق ما حدش يقف في الميدان، ده كلام مظبوط عشان الميدان يبقى شكله نظيف، لكن العشوائيات دي اللي جوه مالها ومال الميدان ومال عاملين صورة في بعد كده تاني؟ هنروح فين بعد كده يعني؟ هنروح فين بعد ده؟ بعد في حاجة تاني؟ هنا ميدان عام ها؟ ده هنا الميدان؟ ولا شارع عشوائي؟ الميدان أهو. أنا في شارع عشوائي. الميدان هو فاضي الميدان. بص الحتة اللي فاضية عند عميد الكبد تحت الميدان ولا في الميدان؟ مش تحت. حتى الشارع التاني ده مش تحت الميدان؟ مانعيننا منه. فين الميدان وفين الشارع؟